انا المدور شغل المطعم يلا يلا معلش هذا الحمل جو متبرعين الناس ما وراهم لا حكومة ولا منظمات الناس هم من ذاتهم تبرعوا وشالوا معاناة هذول اليتامى الفقراء على أبواب المدارس تبرعوا لهم في القطاسيات والحقائب في قبل افتتاح المدارس هذا يشمل بس الفقراء ولد اليتامى اليتامى في محافظة نينوى نحن طلاب المعهد التقني نينوى حملتنا وغايتنا للأيتام للجانب الأيمن وجلبنا لهم حقائب ومستلزمات دراسية وقرطاسية من دفاتر من دفاتر وأقلام وخطاط ومساحات ويعني كافة المستلزمات الدراسية. هاي الحملة من الطالب؟ حملة الطلاب على طالبات فضل من الله. المعهد التقني نينوى والمتبرعين في هذه الحملة أساتذة كانوا وكانوا معلمين ومعلمات وناس يعني خيرين قاموا بهذه وشيوخ أيضا. الحملة تشمل فقط الأيتام وأيضا الفقراء؟ لا للأيتام لأن احنا نعرف حالتهم كل الصعبة وأيتام يعني نظيفين ونشكر أيضا الأخ إلهام عبد العزيز ونشكر الجوهر المفقود ونشكر كل من ساهم معنا لأن أكو ناس يعني بعيدين علينا وخارج الموصل وخارج العراق هم يدعمونا بروح معنوية. هذه الحملة الأولى لا هاي ثاني حملة قمنا بها، الحملة الأولى وزعنا إرشادات مرورية بالترافيك لايت وكرمنا أيضا أبو المرور جسار الطائي جاسر الطائي كرمناه وفضل من الله يعني النشاطات إن شاء الله نحو القادم أفضل. ان شاء الله مستمرين كجروب هاشتاج معهد الاداري نينوى هاشتاج قوتنا ان شاء الله مستمرين بالدعم من الناس الخيرين ان شاء الله نحو الاحسن. والله احنا اليوم قمنا طلاب معهد تقني نينوى في حمله تبرعيه للايتام وان شاء الله هاي الحمله راح تكون خصوصي للايتام. هاي فكرتنا احنا الطلاب قمنا بهذه الفكره. المتبرعين الحمد لله فضل من الله يعني كثير ناس تبرعت معانا شيوخ على اساتذه على المدرسين كل وطلاب ناس ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله عندنا اكثر واكثر ان شاء الله.